برحب بحضراتكم مره تانية. طبعا مكملين من خلال برنامجكم استاد الاهلي كلامنا، كلامنا على منتخب مصر. وطبعا يمكن احنا خسرنا، ولكن خسرنا هذه البطوله، لكن اكتسبنا احترام الجميع، يعني اكتسبنا حاجات كتير جدا ممكن تكون غايبه عن بعض الناس. ولكن خليني اقول لكم النهارده يعني في استقبال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، دي في حد ذاته تقديرا من واحتراما لسياده الرئيس لمنتخبنا والمجهود اللي عملوه بشكل كبير، وكلنا حسيناه من خلال مدار البطوله، على مدار البطوله والمجهود اللي عملوه اللاعبين واسعاد الجماهير في هذه الفتره. اعتقد ان كان يستحق ان فعلا سياده الرئيس بتقديره الكبير لمنتخبنا الوطني النهارده واستقباله ليهم، يعني اعتقد دي علامه مميزه، وان الدوله بتهتم بالرياضه، بتقدر دايما اللي بيعمل مجهود بشكل كبير. فيعني كلام كتير على منتخبنا، وايضا هنتكلم ايضا على مباراه السوبر المصري الاهلي والزمالك، والاحداث اللي ممكن تكون او تفاصيل وكواليس ممكن تبقى موجوده في الفتره القادمه استعدادا لهذه المباراه من خلال طبعا ضيوفنا وضيوف استاد الاهلي. عايز ارحب طبعا في الاول استاذ عادل عزام الصحفي والناقد الرياضي. برحب بيك استاذ عادل. منور، الحمد لله على السلامه. انا عارف انت جاي من مشوار بعيد الجوون وحاجه صعبه، لكن الحمد لله على سلامتك. الحمد لله. الله يسلمك يا كابتن. الله يسلمك. الحمد لله، ربنا يخليك، ويا رب ان شاء الله باذن الله دايما انتصارات الكره المصريه لا تختفي. المنتخب كان يامل العوده من الجابون بامم افريقيا، لكن قدر الله ما شاء فعل، والقادم افضل ان شاء الله باذن الله. ايضا بقى يعني استاذ محمد الشرقاوي اللي احنا تعبناه على مدار البطوله، يعني مداخلات بشكل كبير، وكان معانا دايما باستمرار بيقول لنا كل تفاصيل منتخبنا والبعثه، يعني طبعا رئيس القسم الرياضي بالمصري استاذ محمد الشرقاوي. برحب بيك. اهلا بيك. منور. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. طبعا تحياتي ليك، يعني صديق عزيز، ونتمنى التوفيق لقناه الاهلي دايما ان شاء الله. وزي ما احنا يعني سعداء بمنتخب مصر والنتائج الممتازه اللي حققها المنتخب في امم افريقيا، بغض النظر طبعا عن نتيجه المباراه النهائيه، ولكن متهيألي ان الانطباع العام عند الجماهير ان هي مبسوطه وفي حاله من السعاده والارتياح بالنسبه للمنتخب. طيب يعني هبتدي بالحدث الاهم استاذ عادل، واستقبال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتخبنا الوطني النهارده، مدى تاثيره على اللاعبين خصوصا بعد خساره البطوله، وفي نفس الوقت الاجواء العامه في من خلال اللقاء. والله بالتاكيد هو استقبال سياده الرئيس النهارده يعني ده حدث في حد ذاته. اعتقد ان ده تقدير زي ما حضرتك قلت يا كابتن محمد، تقدير من الدوله لمجهود اللاعبين خلال البطوله. عايز اقول لك ان كمان يمكن البعثه بالكامل ما عرفتش باستقبال سياده الرئيس للبعثه الا قبل مثلا الوصول الى مطار القاهره بدقائق معدوده. بالتاكيد الشعور كان طيب جدا. المهندس هاني ابو ريده خلال الجلسه نقل لسياده الرئيس ان الاولاد او اللاعبين قدموا كل ما عندهم من جهد، استحقوا زي ما قال الاستاذ محمد، استحقوا بالفعل رضا الشعب المصري عن ادائهم خلال ايام البطوله. سياده الرئيس قال كمان يعني ان قال لهم ان سعادته الشخصيه بما قدموه من جهد ونتائج طيبه. ورد عليه كمان المهندس هاني قال ان شاء الله باذن الله يعني خساره امم افريقيا ستعوض بالوصول الى مونديال روسيا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. لكن الاجواء العامه استاذ محمد بالنسبه للاعبين، ويعني برضو كان في حاله من الحزن، وجود رئيس عبد الفتاح السيسي واستقبالهم ليه اعتقد اضافت بهجه الى اللاعبين، بغض النظر يعني طبعا هم كان نفسهم يجوا بالكاس عشان اسعاد المصريين كلهم يعني، لكن النهارده الاستقبال اكيد طلعهم من حاله الحزن اللي كانوا فيه. هو اولا انا عايز اقول لك ان بعد ماتش بوركينا وبعد تاهل المنتخب للنهائي، ماتش النهائي، الكلام بين اللعيبه وبين بعضها وبعض والجهاز الفني واحنا كصحفيين في الجابون، الرئيس هيقابل الفرقه ولا لا، يعني عايزين نجيب الكاس عشان يبقى مضمون ان الرئيس يقابل الفريق قبل المباراه النهائيه. قبل المباراه النهائيه يعني خلاص احنا كسبنا بوركينا فاسو وتاهلنا للمباراه النهائيه، فبدات الكلام عن هل الرئيس هيقابل الفريق ولا مش هيقابل الفريق. طيب يعني بشكل اكيد الناس كانت متوقعه ان لو المنتخب كسب كاس افريقيا الرئيس هيقابل الفريق ده، يعني كان الناس واثقه من الكلام صحيح. ده ان الرئيس عبد الفتاح السيسي مش هيبخل باللقاء انه يلتقي اللعيبه، ولكن امبارح بالليل بعد خساره قدام الكاميرون بقى في شك، هيبقى في مقابله ولا مفيش مقابله، محدش كان يعني قادر يجزم هيبقى في يعني من هنا كانت المفاجاه
ان احنا في الطياره لما وصلت مطار القاهره، الكابتن بتاع الطياره في الميكروفون الداخلي بيقول ان هيبقى في مقابله للبعثه الرسميه للمنتخب مع رئيس الجمهوريه. من هنا كانت هي قصه المفاجاه، يعني انت رايح وعشمان، يعني انت مسافر 6 ساعات في الجو وعشمان ان انت نفسك تقابل الرئيس، بس مش متاكد لان ما حدش مبلغ حد بشكل رسمي ان في مقابله ولا مفيش مقابله. ولكن ساعه بقى ما يعني الطياره عملت اللاندنج في مطار القاهره وتم الاعلان في الطياره ان هيبقى في مقابله، وطلبوا من اللعيبه ان هم يلبسوا الترنجات الرسميه للبعثه عشان بيبقى في بروتوكولات معينه. طبعا انت بتقابل رئيس الجمهوريه والمفروض بتبقى في صوره تذكاريه. مش عايز اوصف لك مدى طبعا السعاده والفرحه اللي عند اللعيبه. اللعيبه امبارح كانت في حاله من الاحباط والحزن وبيعيطوا، يعني كانوا في مندبه امبارح بعد ماتش الكاميرون، مندبه فعلا، ما تعشوش يعني. رحنا الفندق، كان في برضو مشهد جميل جدا امبارح ان الجاليه المصريه واقفه قدام الفندق بتسقف للعيبه واحد واحد وهم داخلين نازلين من الاتوبيس رايحين فندق، داخلين على فندق الاقامه. فوق اللعيبه تخش على العشاء والكلام، بس زعلانين يعني ما لهمش نفس ياكلوا والكلام ده. كله طلع اوضته بيجهز الشنط عشان يرجع. فالنهارده فرقت كتير معنويا جدا مع اللعيبه ان هم يقابلوا رئيس الجمهوريه. طبعا البعثه الرسميه نزلت ويعني ايه راحوا قابلوا رئيس الجمهوريه بالشكل اللي طبعا موجود على الشاشه. ولكن يعني طبعا يعني لمستها كويسه جدا، رد فعلها قوي جدا عند اللعيبه، ان حسست اللعيبه يعني ايه غيرت الحاله المعنويه. انت كنت راجع محبط، راجع زعلان، راجع حزين جدا، الموقف اتغير 180 درجة ان انت رئيس الجمهورية بنفسه بيقابلك بيقولك ان انت اديت اللي عليك، انت شرفت مصر، انت رفعت راس مصر. هي دي الرياضة، مش لازم تجيب الكاس، ولكن رئيس الجمهورية والجماهير حسوا ان اللعيبة والمنتخب بذل مجهود. صحيح. وبالتالي يستحق المجهود دوت والاخلاص دوت انت جاي تتكرم عليه، مش بهم الكاس. يعني انت حسينا باخلاصك وحسينا بجهدك وحسينا بتعبك وحسينا بتضحيتك، فبالتالي رئيس الجمهوريه بيكرمك والجماهير مبسوطه بيك. وكان المشهد الثاني بعد تكريم رئيس الجمهوريه في المطار مع طبعا استاذ عادل شاف، وطبعا يمكن يعني اتعطلنا ساعه، ان كل الموظفين في مطار القاهره اولا الشرط ما جاتش بتاعت المنتخب ساعه ما حدش اشتغل، كل الموظفين ما تعرفش جم منين عشان يتصوروا مع اجلوا ان تعمدوا يعني هم تعمدوا دوت عشان هو ده تقدير برضه يا استاذ محمد. لا يعني هم تعمدوا دوت يعني احنا عايزين يعيشوا لحظات مع اللعيبه. يعني انت كنت حزين هنا مش عشان حزن ان اللاعبين، لا اللاعبين قد واحنا عارفين، مش عشان تقصير، مش تقصير، لا طبعا احنا شايفين كم الصعوبات اللي كانت موجوده وكم المشاكل من غيابات وانذارات يعني صراحه الصعوبات كانت كتيره كمان محمد. الصعوبات كانت كتيره فعلا. يعني عايز اقول لك يمكن الصعوبات اللي اتقالت واتنقلت ما يجيش 50% من الصعوبات الحقيقيه اللي كانت موجوده على الارض الواقع. ما انا عايزك بقى تحكي لي. احنا كان بيجي لنا مثلا اخبار احيانا او نشوف مشاهد قدامنا وكنا بنقول لا حرصا على المنتخب وحرصا على عدم اثاره مش هقول المشاكل، حاله قلق، يعني مش عايزين نخلق حاله قلق لدى الجمهور او الشعب المصري. كنا بنقول لا بلاش نقول ان اجازي مثلا دلوقتي عن في جلسه علاج خاصه مع دكتور محمد ابو العلا. بلاش نقول دلوقتي ان كابتن محمد عبد الشافي اللي اتاكد غيابه من قبل مباراه الكاميرون ان هو مش موجود في مباراه الكاميرون. لا خلينا نقول عشان مش عايزين نزود حاله القلق، مش عايزين نخلق لحاله الناس مبررات لقدر لخساره مبكرا. عايز اقول لك يا كابتن محمد ان غرفه الدكتور محمد ابو العلا يمكن كانت انا هقطعك بس انا لازم كنت اسال محمد الشرقاوي. استاذ محمد دايما وهو ما بيخش لنا دايما على الهاتف دايما كنا بنقول له ايه احنا هنبارك لك بعد المباراه وكلنا تفاؤل كلنا كنا متاكدين. انت بقى اليوم الاخير ده ما اعرفش انت كنت حاسس بحاجه مش عارف يعني كان الكابتن محمد وكان مختفي في الماتش الكاميرون. كان يمكن حسيت ان احنا استنزفنا الحظ بتاعنا، يعني الفرقه اولا مش قادره تقف على رجلها، اللعيبه خلاص يعني مش قادرين ياخدوا نفسهم. فانا شايف ان الـ يعني حتى كوبر قبل ماتش الكاميرون عمل ايه تدريبات استشفائيه وتدريبات مائيه في حمام السباحه، يعني بيحاول يعمل اي حاجه علشان
حاله الاجهاد، اجهاد غير طبيعي. انت كنت لعيب كوره وعارف، يعني انا كنت خايف جدا من الناحيه البدنيه. منتخب الكاميرون اقل مننا فنيا بالمناسبه، وكانت اسهل مباراه لينا كانت مباراه الكاميرون في النهائي. يعني مباراه مالي اصعب، مباراه اوغندا اصعب، بوركينة. مباراه غانا كل بوركينا طبعا يعني شديده الصعوبه، ولكن عايز اقول لك بوركينا هي اللي خليتك في الحاله البدنيه اللي انت شايفها في المباراه. انت كنت انت نزلت الشوط الثاني خلصان، فانا كنت شايف ان اللعيبه مش هتقدر تكمل في، يعني انا كنت خايف عليهم ومشفق على لعيبه المنتخب من الناحيه البدنيه في ماتش الكاميرون، مش الناحيه الفنيه او الاصابات او كده. على فكره نقص الصفوف ما كانش مشكله، لان لو مثلا سين غايب في صد موجود وبيحل مكان، يعني ابراهيم صلاح لاعب ادى كويس، احمد فتحي بتلعبه يمين ممتاز، بتلعبه شمال رائع، بتلعبه في نص الملعب زي الفل، ممكن تلعبه راس حربه كمان او تلعبه مساك بالمناسبه. يعني احمد حجازي لو مش موجود في سعد الدين سمير، وسعد الدين سمير كان فعلا بيجهزوه للماتش اللي يلعب في النهائي، فحكايه نقص الصفوف دي ما كانتش قلقان انا شخصيا، ولكن اللي كان قلقني هي الناحيه البدنيه وناحيه الاجهاد الفني، الاجهاد البدني عند اللعيبه، لان الكوره في النهايه مش مهاره، مش حته ان انت ترقص او ان انت بتعرف تحاور او لا، حته ان انت تقدر تقف على رجليك وتقدر تجاري اللعيبه الافارقه في السرعه والقوه البدنيه بتاعتها، وده اللي خسرنا فعلا في الماتش بتاع الكاميرون. طيب يعني استاذ عادل انا معلش انا قطعتك، انت كنت بتقولي تفاصيل الكواليس نفسها والشكل العام بالنسبه لمنتخبنا هناك. كنت بكلمك يا كابتن محمد على بعض فعلا الاصابات اللي واجهت المنتخب خلال 25 يوم من التواجد في الجابون. كنت بقول لحضرتك ان يعني غرفه الدكتور محمد ابو العيله كانت مواجهه مباشره لغرفه اقامتنا في داخل الفندق. الغرفه بالظبط كانت عباره عن عياده او مستشفى خاص. حجازي داخل، مروان بيسال على حالته او نتيجه التقرير الخاص بيه. بالامانه كمان ان هو خلال فتره التواجد ديت مهندس ايهاب الهيطه مدير المنتخب بذل مجهود غير عادي خلال فتره التواجد، حرص كل الحرص على اتمام البرنامج الفني كما يجب، ما فيش فيه ثغرات. كل فرد من افراد البعثه قدم عليه بشكل تام وبشكل بالفعل هو راضي عن نفسه، ورضاء عن نفسه دوت يمكن لما جينا نتكلم مع اللعيبه اخر بعد مباراه الكاميرون وبعد الوصول للفندق كانت الحاله العامه بتقول لا، يعني هو حزين على حزن الشعب المصري. هو مش حزين على ان هو خسر لقب شخصي بالنسبه له او خسر تاريخ بيبحث عنه، لكن بالتاكيد الخساره هنا كانت خساره، هي خساره الحزن. صحيح. او خساره فقد اللقب. طيب يعني اكيد لازم طبعا نتكلم على منتخبنا طبعا. كابتن حازم الهواري يعني عضو مجلس اداره الاتحاد